قلبي. قاعد في الضلمه كده ليه يا حبيبي؟ كده احلى. كده احلى؟ انا اول ما شفت الشقه ضلمه قلت اكيد انت مشيت. ودي معقوله؟ بامشي واسيبك في الشقه اللي هو دي لوحدك؟ ده حتى تبقى قله ذوق. سلام. بس شكل البيا كده لعبت معاكي والكيكه طلعت في العالي قوي قوي قوي. قصدك على الشقه يعني؟ وهي دي شقه، دي قصر. البركه يا اخويا في عنتر بيه، هو اللي قببني على وش الدنيا وخلاني اشم نفسي احسن من البدرون الزباله اللي كنا مرصوصين فيه كده زي علبه السردين. هي من ناحيه احسن فهي احسن. يا احلى دندن فيك يا مصر. طب بقول لك ايه يا بيبي؟ مش عايز تتفرج على الشقه؟ اللي عايز ده، انا مستني اللحظه دي من الصبح. يا اسمر انت جميل. طب تعال تعال. ايه رايك؟ عجبتك؟ قوي. هي حلوه قوي. بس يعني انا شايف ان هي محتاجه تتظبط. وماله؟ تيجي نظبطها. يلا. يا زين انت هتفضل قاعد هنا؟ ده الفجر قرب يطلع. مش هتخش تنام. استنى حرب يا بركه. هو يتأخر؟ الله اعلم. طب انا مش قادر افتح عيني وعايز انام. خش نام انت يا بركه. ماشي. طب وانت؟ انا هحصلك بعد شويه. طب تصبح على خير. انت من اهل حبيبي. ورحمة امك يا شيخ. والعشرة اللي ما بيننا، لو احتاجتي حاجة أو احتاجتي حد تفضفضي معاه أنا موجود. ربنا بيحرمني منك يا زيد يا ابن الأشقر. تصبح على خير بقى. مش تقول كده من الأول يا سي حربي؟ جاي لي مصلحه يعني. انت عارفه يا دنيا لو سمعت الكلام ده من اي حد غيرك ما كنتش ازعل، والله ما كنت ازعل. لكن منك انت ازعل، وازعل قوي كمان. احنا متربيين مع بعض وابتدينا عيش وملح سوا. اقصى عليك يا دنيا. عيب عيب لما تقولي لي ان انا ما جبتكيش غير عشان مصلحتي، عيب. احنا ما كنتش عارفانا يا دنيا. اقصى عليك اقصى. ده ايه يا حربي؟ في ايه؟ انت هتقلبها حكايه وزعله؟ ولا حكايه ولا زعلة ولا أي حاجة. مسك البتاعة دي. إيه ده؟ انسي الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده خالص، بس يكون في علمك بقى أنا ما جيتلكيش غير عشانك وحشتيني وعشان عايز أشوفك وإني بعزك أوي 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 أوي. ماشي؟ وحكاية بقى سي عنتر دي جت كده. البتاعة دي بتتلبس إزاي؟ حكاية سي عنتر دي جت كده يعني إيه؟ وسط الكلام اللي أنا بتكلمه معاكي. بس زي ما قلت لك انسي خالص إن أنا قلت لك أي حاجة وخلينا اصحاب احسن. ماشي؟ ايه ده؟ حربي استنى! استنى يا حربي! اوف! خلاص بقى يا حربي، ما تتقمصش وتعملهم عليا، ما كانتش كلمه يعني اللي انا قلتها. يا ست انا مش زعلان ولا حاجه، انا بس يعني واخد على خاطري شويه. وانا بقى ما يخلصنيش انك تاخد على خاطرك. يا بنت بس بقى بغير الله. وين بتغير ايه؟ ايوه كده فكها امال. بص أنا بكرة إن شاء الله هتكلم مع عنتر في الموضوع وبإذن الله يوافق. وإيه اللي يخليه بس ما يوافقش؟ أنت مش بتقولي إنه يتمنى منك الرضا؟ ما أنا عمري ما اتكلمت معاه قبل كده في موضوع شغل. هو ده شغل يا حسرة؟ ده ولا حاجة بالنسبة لمقاول كبير زي عنتر ده. وبعدين دي شوية خردة مخلفات العمارات اللي بيبنيها هناخدها ونريحه منها خالص، وأي ما يطلب إحنا سدادين. إلا بقى لو كنت مكسوفة ولا محرجة تكلميه في حاجة، لا يبقى بلاش يا دنيا يعني بلاش. بلاش؟ بلاش إيه يا ولا؟ ده أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها. احنا سطر وغطى على بعض يا حربي، ولو انا ما وقفتش جنبك مين اللي هيقف جنبك؟ بس اعتبر الموضوع خلاص خلص. انا هتكلم معاه وباذن الله هيوافق، وهتعمل احلى شغل معاه، وهتطلع فوق 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 فوق. بحبك يا بنت دوريا. بحبك بحبك بحبك. يا مجنون. وكيكة على العالي يا بشر. هو
هو الواد حربي ما رجعش من ليله امبارح ليه؟ وغايب حجته معاه. ايوه هيكون راح فين يعني؟ وبعدين العربيه معاه، احنا مش هنلقط رزقنا النهارده ولا ايه؟ ولا بركه. انت ما لمحتش البنت دعاء وهي خارجه الشغل النهارده؟ دعاء؟ لا ما لمحتهاش. لا ليه؟ كيمو باشا بقول لك ايه؟ امرني. ما لمحتش دعاء وهي خارجه الصبح بدري؟ دعاء؟ لا دعاء ما خرجتش النهارده. ما خرجتش؟ اه. تعرفش ليه؟ ايه ده؟ الشاي بارد، جيب لكم غيره ولا ايه؟ ايه ده كيمو اهي، بس يكون تقيل وعلى نار هاديه. وعندك واحد تقيل على نار هاديه للشباب المتوتره. تليفون ولا ايه؟ الو السلام عليكم، ممكن اكلم انسه ماجده؟ دقيقه واحده. ماجده؟ انسه ماجده؟ ايوه. تليفون عشانك. الو؟ ايوه ماجده انا دعاء. ايوه يا دعاء، ايه اللي انت يا حبيبتي امبارح ده يا بنتي؟ ده الراجل حالف 60 يمين لا يوديكي في داهيه. ده قليل الادب وما شافش ريحه التربيه. ها وبعدين عايزه ايه؟ انا بس كنت عايزه الطقم بتاعي اللي نسيته هناك وكمان المرتب، فلو ممكن يعني يا ماجده. انا يا اختي ماليش دعوه بالكلام ده، كفايه اللي حصل امبارح. انا كل بس اللي عايزاه منك. بقول لك ايه يا دعاء، مشاكلك يا حبيبتي حليها لوحدك وما تدخلينيش في حاجه، اوكي؟ سلام يا قطه. يا زين راح فين يا زين؟ في حاجه يا زين؟ لا مفيش حاجه، كنت عايز اطمن عليكي بس. انا كويسه. امال ما رحتيش الشغل النهارده ليه؟ بقول لك يا زين خليك في حالك ونبي بس وسيبني في حالي. ها ايه يا بنت في ايه؟ قلت لك مفيش حاجه يا زين، انا كويسه. انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، وعايز الجليل لما هسيبك تمشي لما اعرف ايه اللي حصل. مخنوقه يا زين، مخنوقه قوي، والدنيا دايت بيا مش عارفه اروح فين ولا اجي منين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ايه دي؟ طيب ايه بالراحه قولي لي ايه اللي حصل؟ ما تلاقيش يا بنت الناس، اللي بيني وبينك هيفضل بيني وبينك. قولي. اصلا انا سبت شغلي امبارح. رفضوكي؟ لا. امال ايه؟ مدير الكافيتيريا حاول ابن الكلب. مد ايده عليكي؟ لا ملحقش ملحقش، ده انا مسكتلوش، ده انا ضربته وكوهته على الارض وبعزقت كرامته في الارض. جدع بت بميت راجل. بس المشكلة ان انا سبت لبسي كله هناك، وكمان مرتب الشهر اللي فات ما قبضتوش. وكلمت البت ماجدة صاحبتي من شوية، قلت لها ماجدة ساعديني، قالت لي راجل مستحلف لك لو دخلتي الكافيتيريا هتبقى وقعتك مطينة. يعني ايه يعني؟ عايز اضرب وقف على الفلوس وعلى الهدوم كمان؟ الظاهر كده. المشكلة مش موضوع الشغل لوحده، مرات ابويا يزن مش عتقين في الطلعة والنازلة مقطمان، ومسممة جدتي بكلامها وعايزة تجوزني بالعافية عشان تخلص مني. ايه؟ يعني عايزة تتجوزك؟ تجوزك مين يعني؟ تجوزني نتن اللي اسمه قبضايا. قبضايا؟ ايه قبضايا ازاي؟ ده انا ده انا اقتله، ده انا اكله باسناني. ايه اللي قبضايا يعني؟ انا قصدي يعني انه يعني انت كويسة يا دعاء، كويسة، تستاهلي حد احسن من المعفن ده 100 مره. 100 مره ايه؟ قولي مليون. الله يخليك يا زين، دايما كده جابر بخاطري والله. على النعمه، ما هو جبر خواطر. المهم اديني عنوان الكافيتيريا اللي انت كنت شغاله فيها واسم الراجل اللي عايز يضرب على فلوسك ده. ليه يا زين؟ انت ناوي تعمل ايه؟ كل خير ان شاء الله. زين اوعى يا زين تكون ناوي تعمل حاجه كده ولا كده يا زين، تفضحني بيها، ترضاني الفضيحه يا زين. معاش ولا كان اللي يفضحك. قولي بقى العنوان واسم الراجل. قولي بقى ما تخافيش. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. يا سلام، احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حق بقى بتمحلس اليومين دول. ما ياكلش الكلام ده، بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعوش من حرب اللي لاي اي ولا زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟
قولي لا اي اي وانا زي زي احبك يا اصبر انت جميل. يلا استاذن بقى. ايه ده رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركه مستنيني من الصبح. طيب